بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة عاوزين نتكلم على إزاي لو عندي فيديو أقدر إن أنا أحمله على الدرايف، جوجل درايف، وإزاي أخد لينك أقدر أحطها على الإي ليرنينج. طبعا الفيديو اللي أنا بتكلم عليه هو الفيديو اللي جاي من زوم. هو طبعا الكلام ده يقدر نطبقه على أي فيديو، بس هنا أنا بتكلم على الفيديو اللي جاي من زوم، لأن كان في زملاء كتير قوي سألوا على الموضوع ده. طبعا احنا بعد ما بنخلص الفيديو بينزل، بعد ما بنعمل الميتنج بتاعنا أو الكونفرنسنج بتاعنا، بينزل عندنا فايل فيديو زي ده اسمه زوم. اوكي، بنبقى محتاجين ان احنا نشيره مع الطلبة على أساس ان الطالب يقدر يتفرج عليه في وقت تاني، او ان يكون في طالب مش موجود فنقدر ان احنا نديله حاجه زي كده. طيب حضرتك هتخش على جوجل درايف، وطبعا خلي بال حضرتك من حاجه مهمه جدا. جوجل درايف الاكونتس بتاعتنا في الام اس اي هي اوريدي يعني انيشيتد على جوجل بلاتفورم، فتقدر على طول تدخل تعمل ساين ان بالميل بتاعك واللي هو ميل الجامعه، وتقدر حضرتك تدخل على طول كده. تقدر تخش ازاي؟ لو انا مش عارف اخش ازاي، اكتب كده درايف واكتب سيرش فهيجي لي جوجل درايف. اول ما هيجي لي جوجل درايف هفتح، هيقول لي بيرسونال ولا بزنس. طبعا احنا بيرسونال، وطبعا انا هنا هو دخل على الايميل بتاعي على طول، واخد بال حضرتك. ولكن طبعا هو ممكن يسألك مثلا ان انت تساين ان، فهتحط الايميل بتاع الجامعه بالباسورد بتاعك، فهيفتح زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب دخلنا جوه جوجل. انا مثلا عامل فولدر هسميه مثلا MSA Classes، مثلا نيو فولدر هسميه مثلا MSA Classes، وهقول له كرييت، خلق لي اهو MSA Classes. هروح بره اخد الفايل اهو، اعمل دراجنج واروح داخل على البراوزر بتاعي. اوكي، واعمل كده. هو ابتدى يقول لي اهو uploading one item less than a minute left. وزي ما انتم شايفين عادة الزوم الفايلز بتاعته ما بتبقاش كبيرة، فبالتالي مش هياخد منك وقت كبير وهو بيتحمل، بس ده طبعا يعتمد على سرعة الانترنت عندك في البيت اخبارها ايه. فهنا طبعا حسب حجم الفيديو وحسب سرعة الانترنت اللي موجودة عندك ظروفها عاملة ازاي، حضرتك هتقدر تحمل الفيديو ده. طيب لغاية لما الفيديو يحمل، تعال نروح نشوف احنا هنشير اللينك بتاعه. طبعا هنخش على الاي ليرنينج، طبعا على موقع الجامعة MSA، وهنروح للكورس بتاع حضرتك وليكن اي كورس. خلوني مثلا اجرب في الاكاونتنج ثيوري مثلا، وطبعا هنعمل turn editing on، وهنيجي هنا ونقول add an activity or resource، add an activity or resource، وهنضغط كده. وبيقول لي عاوز طبعا assignment attendance، مش هنخش في الموضوع ده كتير، ولكن وبرضه هنعمل يعني في ناس طلبت ان احنا نعمل ازاي كويز. طبعا ادي كويز من هنا اهو، وهعمل فيديو حاضر ازاي نعمل كويز اونلاين. وهنا بيقول لي فايل ولا فولدر ولا ليبل ولا بيج ولا اليو ار ال، فانا هقول له يو ار ال واعمل اد. طيب فانا هسمي هنا مثلا دوت يعني مثلا كلاس 1 مثلا، هشرح فيه انترودكشن to احنا فتحنا كورس جوفرن اكاونتنج ثيوري، انترودكشن تو اكاونتنج ثيوري. اوكي، هو بيقول لي هنا حط الاكسترنال لينك اللي انت عايزه. احنا هنرجع هنا تاني اهو، الفايل بقى موجود هنا. طيب وعايز ان انا اعمل لينك سيرشبل، طيب فهقف هنا وهضغط رايت كليك، وزي ما انت شايف طلع لي اوبشنز هنا، منها حاجه اسمها جيت سيرشبل لينك او شير، الاثنين على فكره نقدر نعمل بيهم كده، بس خلينا نركز في حاجه جيت سيرشبل لينك. فهضغط كده، بيقول لي اللينك شيرنج از اوف، يعني انت عامله برايفت. اقول له لا، انا عايز ان انا اعمل كده، بقى اخضر اللينك اهو زي ما انتم شايفين.
كويس. ولو انا عايز شيرنج سيتنجز هخش هنا عشان يبقى عندي اوبشنز اكتر اقدر اختار بيها اللي انا عايزه. بص حضرتك كده، هو هنا بيقول لي anyone at MSA University with the link can view. انا عندي هنا اكتر من اوبشن اوف، انا بس واقدر احدد ناس معينه هي اللي تشوف. بس طبعا عدد الطلاب عندنا ما يسمح لناش ان احنا نحط الايميلات بتاعت الطلاب كلهم في كل كورس طبعا. فانا عاده بعمل ايه؟ anyone at MSA with link can edit ولا can comment ولا can view. لا، اقول له can view خلاص. ممكن مور كمان، ممكن اقول له anyone with the link، يعني مش لازم يكون داخل بال MSA ايميل كويس. فبيقول لي anyone who had the link can access no sign in is required او public، اي حد على الانترنت اقدر اشير الفيديو ده على الانترنت لو انا عايز. طيب anyone at MSA can find and access، يعني لو واحد من ال MSA عمل سيرش ولقى الفيديو يقدر يشوفه حتى لو معهوش اللينك خلاص. فانا عاده بختار anyone at MSA who has the link can access، يعني اللي معاه اللينك وعلى MSA خلاص يقدر يشوف الفيديو ده. طيب فهقول له اوكي وكان فيو. احنا مش هنعمل edit عشان طبعا ما احنا مش عاوزين نعمل edit على الفولدر بتاعنا، ولا comment can view. وهقول له save. وهنا اصبح عندي لينك، هدوس كده copy link. بص بيقول لي link copied to clipboard، وهرجع تاني للصفحة اللي احنا فتحناها اهو وهعمل paste. طيب مفيش مانع ان انا في الديسكريبشن لو انا عايز احط اللينك مرة تانية احتياطي واعمل كده ماشي، وانزل تحت وادوس مش تحت قوي يعني save and display او save to and return to course. هدوس كده وروح تخرجني طبعا بره تاني اهو. نزلت تحت لقيت class 1 introduction. طيب تعالوا كده نكليك عليه. وطبعا نقدر نكليك على طول بس هيطلع بينا من هنا، كنت عاوز افتحه. بص حضرتك واقدر ان انا لو انا عاوز اريكورد فانا هقول with video off with video. تمام، والفيديو هيشتغل عادي ما فيهوش اي مشكله. فده المشكله او مش المشكله، ازاي نعمل عندنا فيديو، ازاي ان احنا نشارت كويس، وازاي نحطه على الاي ليرنينج وطبعا نشيره مع الناس. ان خلاص حضرتك انت فتحت الشيرنج، محدش يخاف ان يقول مثلا طب ما هو ممكن يبقى في اكسس لحاجه تانية. لا حضرتك از لونج از ان انت حددت الفايل ده كويس وليه لينك فتقدر تعمل الموضوع ده بكل سهوله. اتمنى يكون يعني الفيديو واضح. لو في اي اسئله طبعا يعني تقدروا تتواصلوا معايا. متشكر ليكم جدا، ان شاء الله نشوفكم في شروحات تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.